أهلا بحضراتكم. بعد أيام من المذبحة اللي حصلت في ولاية تكساس الأمريكية بقيام طالب بإطلاق النار في إحدى المدارس، طبعا أسفر عن مقتل 19 طفل ومعلمتين، كادت الواقعة المؤسفة أو خلينا نقول المذبحة تتكرر مرة أخرى في مدرسة في ولاية فلوريدا. تفاصيل بتقول إن السلطات الأمريكية أعلنت إنه تم القبض على طالب الصف الخامس في فلوريدا بعد ما قام بتهديد بإطلاق نار جماعي في مدرسته في رسالة نصية وفقا لشبكة NBC. قال مكتب عمدة مقاطعة لي إنه علم في وقت سابق من ذلك اليوم برسالة نصية تهديد أرسلها طالب في مدرسة ابتدائية. قال إنه فريق إنفاذ القانون في المدرسة المحلية تم إخطاره على الفور وبدأ بالتحقيق. وقال مكتب المأمور إنه الطفل عمره 10 سنوات فقط، أجريت معه مقابلة ووجهت إليه فيما بعد يعني تهديد كتابي بإجراء إطلاق نار جماعي. قال رئيس الشرطة أيضا في المقاطعة في بيان إنه سلوك هذا الطالب منحرف خاصة بعد المأساة الأخيرة في تكساس، وأشار إلى أن هذا التهديد جاء بعد أيام فقط من إطلاق النار القاتل في مدرسة أيضا ابتدائية كما ذكرنا أسفر. هذا يعني التهديد او هذا الاعمال هذه اعمال العنف عن مقتل 19 طالب واثنين من المعلمين. اضاف رئيس الشرطه انه الان ليس الوقت المناسب لمثل هذا التصرف، هذا الطفل يعني قدم تهديد وهمي والان يواجه عواقب حقيقيه وان التحقيقات ما زالت مستمره. طبعا يعني هذا الحادث وهذه التصريحات تاتي في الوقت اللي بتواجه فيه السلطات في اوفالتي بتكساس انتقادات متزايده بشان ردها على اطلاق النار على يعني مدرسة وتحديدا في يوم 24 مايو بعد ما تبين أنها انتظرت ما يقرب من ساعة للدعم بدلا من التحرك على الفور ضد مرتكب هذه المذبحة. بالعودة مرة أخرى مع حضراتكم لمذبحة تكساس وآخر التطورات من وقت ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية إجراء تحقيقات في طريقة استجابة الشرطة لإطلاق النار بإحدى المدارس في تكساس كما ذكرنا وعن مدى أسفر بعد انتقادات وجهها مسؤولو إنفاذ القانون المحليون وعلى مستوى الولاية أيضا وجهوا انتقادات شديدة لتعاملهم مع الحادث ببطء شديد، وذلك مع كشف أيضا وسائل الإعلام عن تفاصيل بتخص تطور وقوع الحادث والجدول الزمني الكامل الخاص بتحرك الشرطة. السلطات الأمريكية قالت إنه أطفال مذعورين اتصلوا برقم الطوارئ يمكن نحو 6 مرات على الأقل من فصل في مدرسة في ولاية تكساس، ونشدوا الشرطة إنهم يتدخلوا فورا. انتظروا نحو 20 شرطي في الخارج ما يقارب من ساعة قبل دخول الفصل وقتل مرتقب الجريمة. الهجوم المسلح نفذه شاب أمريكي على مدرسة ابتدائية في تكساس كما ذكرنا قبل أيام، وقالت السلطات إنه المسلح نشر رسائل من خلال الإنترنت قبل قيامه بالجريمة. بحسب المحققين هذا المسلح حاصر الضحايا في فصل دراسي واحد في حدث هو الأكثر دموية منذ سنوات، وده اللي فجر مجددا الجدل على مستوى البلاد بشأن القوانين الأمريكية المتعلقة بحمل السلاح. الهجوم الأخير وقع بعد 10 أيام من إطلاق نار على 13 شخص في محل سوبر ماركت في حي يعني في يقطنه أغلب الأمريكيين السود في نيويورك، وده دفع الرئيس جو بايدن للدعوة مرة أخرى لفرض قوانين أكثر صرامة لاستخدام السلاح في خطاب وجهه للشعب الأمريكي. يمكن شهدت الولايات المتحدة في الأعوام الأخيرة ارتفاع متزايد في حوادث إطلاق النار خاصة في المدارس، وشيء يعني يدعو لي التعجب الحقيقي. إذا يعني هذه التفاصيل كانت متاحة حتى الآن. نصل معكم لختام هذه الفقرة، نشكركم بالتأكيد على المتابعة. إلى اللقاء.